أهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية الشراكة الاستراتيجية المصرية الأمريكية في حماية مصالح الدولتين وتعزيز الأمن الإقليمي. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والوفد المرافق له. وفي ضوء التحديات الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، بحث الرئيس السيسي مع رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع تطورات حركة الملاحة بقناة السويس. ورئيس الهيئة العربية للتصنيع وأيضا السعادة سفير التركي والقائمين على مصنع بيكو. الحقيقة عشان نشرف النهاردة بافتتاح هذا المصنع اللي هو الحقيقة صرح صناعي عملاق بيتم إنشاؤه على أرض مصر، والحقيقة يمكن يعني مصدر السعادة الكبير لنا النهاردة إن ده واحد من الشركات العالمية الكبرى اللي الحكومة المصرية استهدفت إنها تجتذبها للاستثمار في مصر وإنشاء مصانع، مش فقط عشان تغطي السوق المحلي ولكن أيضا عشان يبقى مركز إقليمي للتصدير لكل منطقة الشرق الأوسط بل وأوروبا أيضا. احنا استهدفنا لو نذكر حضراتكم ثلاث شركات عملاقة، كان شركة هاير الصينية العالمية اللي هي أكبر شركة على مستوى العالم، ويعني شرفنا بقيام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح المصنع. النهاردة احنا موجودين في شركة بيكو اللي هي ثاني أكبر شركة على مستوى العالم، والشركة الثالثة هي شركة بوش اللي هي إن شاء الله برضو هيفتتح مصنعها في القريب العاجل. أهم شيء إن هذه الشركات لما تم التفاوض معاها يعني الحقيقة عملنا كل الإجراءات والتيسيرات والحوافز، ادينا لهم الرخصة الذهبية، أتحنا لهم الأرض بتخصيص مباشر، والحمد لله كل شركة منهم قدرت تخلص المصنع بتاعها في ظرف سنة اللي حضراتكم شايفينه ده اتعمل في سنة واحدة. النهاردة الطاقة العمالة في المصنع 650 عامل، هترتفع إلى ما تصل إلى 2000 عامل إن شاء الله في خلال الفترة الجاية. شايفين حضراتكم الاستفادة، بيتم الاستفادة بأحدث تكنولوجيات على مستوى العالم، التصنيع بعمالة مصرية مدربة على أحدث مستوى، بيستفيدوا من خلال أقسام البحث والتطوير بالتعاون مع الجامعات المصرية والشباب المصري الواعد من الجامعات بأفكارهم بيتوحلهم إنها تتطبق. فالحقيقة نموذج شراكة ناجح كبير جدا. إن شاء الله الدولة المصرية كلها كحكومة وطبعا بتوجيهات فخامة الرئيس وبدعم المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية اللي النهاردة شغالة على هذا الملف المهم، هنجتذب بإذن الله أكبر عدد من الشركات العالمية على مستوى العالم في كل القطاعات، وده استهدافنا ودي أهدافنا النهاردة كحكومة، أن يبقى عندنا في كل القطاعات الصناعية أكبر منتجين في العالم موجودين في مصر بإذن الله. مرة أخرى أنا سعيد جدا بوجودي معكم النهاردة في افتتاح هذا المشروع، وإن شاء الله هيكون هناك مزيد من الافتتاحات في الفترة القادمة جميعا. شكرا لحضراتكم. تابعنا معكم مشاهدينا افتتاح رئيس مجلس الوزراء لمصنع بيكو لصناعة الأجهزة المنزلية في مدينة العاشر من رمضان. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا برئيس جمهورية جزر القمر عثمان غزالي للاطمئنان على صحته بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها. وأكد الرئيس السيسي إدانة مصر للمحاولة الآثمة لاغتيال الرئيس غزالي، مشددا على تضامن مصر ودعمها الكامل لأمن واستقرار جمهورية جزر القمر الشقيقة، وهو ما ثمنه الرئيس القمري. وأوضح متحدث الرئاسة بأن غزالي أعرب عن خالص تقديره للفتة الكريمة للرئيس السيسي، مؤكدا أن مواقف مصر الداعمة لأمن واستقرار بلاده تعكس عمق الأواصر التي تجمع البلدين الشقيقين. وقد أكد الرئيسان في هذا الصدد مواصلة العمل المشترك لتطوير العلاقات الثنائية على شتى الأصعدة، وذلك في ضوء التعاون المتنامي بين الدولتين والدور الذي تقوم به مصر في دعم الاحتياجات التنموية وبناء القدرات لدى الجانب القمري.
أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي عمق وقوة العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، مشددا على ضرورة استمرار التشاور بين البلدين. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية والهجرة ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن. العلاقات الثنائية علاقات قوية. تحدثنا اليوم بشكل مفصل عن مزيد من تطوير هذه العلاقات، عن الطابع الاستراتيجي لهذه العلاقات، عن الحرص المشترك من جانب الولايات المتحدة ومن جانب جمهورية مصر العربية على العمل على مزيد من تطوير هذه العلاقات في إطار بطبيعة الحال الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. مصر دولة إقليمية كبيرة ودولة رئيسية، الولايات المتحدة قوة عالمية كبرى، وبالتالي من الطبيعي أن يكون هناك حوار مطول، علاقات قوية ومتينة، وأيضا تشاور مستمر بيننا حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهمنا. وأشار وزير الخارجية بدر عبد العاطي إلى أنه ناقش مع ناظره الأمريكي أنتوني بلينكن ملفات التعليم والسياحة والثقافة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية في ضوء الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي. كما أوضح عبد العاطي أنه تم مناقشة التعاون في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أطلقنا مجموعة العمل الخاصة بالتعاون المشترك بين مصر والولايات المتحدة في قطاعات السياحة، التعليم العالي، التربية والتعليم والثقافة أيضا، وبحضور عدد من السادة الوزراء المصريين، السيد وزير التعليم العالي والسيد وزير السياحة والآثار والسيد وزير التربية والتعليم. قبل أن نطلق أعمال هذه الجولة في إطار الحوار الاستراتيجي كان لنا لقاء مطول بيني وبين الوزير بلينكن وبين الوفدين، تحدثنا فيهما عن العلاقات الثنائية، عن تطوير هذه العلاقات، أيضا عن مجموعة من الملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين الصديقين. وعلى صعيد الأوضاع الإقليمية، أشار وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي إلى أنه ناقش مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن التطورات الخطيرة في منطقة الشرق الأوسط والوضع في البحر الأحمر. وفي هذا الإطار شدد عبد العاطي على أنه تم الاتفاق على الحاجة الملحة لوقف فوري لإطلاق النار، مؤكدا أهمية وقف التصعيد في المنطقة. تحدثنا عن الأزمة الخطيرة في قطاع غزة، واتفقنا وكان هناك تطابق في موقف البلدين وموقف الوزيرين فيما يتعلق بالحاجة الملحة للوقف الفوري لإطلاق النار وحقن دماء المدنيين الفلسطينيين وسرعة التوصل إلى اتفاق يقضي بإطلاق سراح جميع الرهائن والأسرى، وأيضا النفاذ العاجل والكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والطبية إلى سكان القطاع. تحدثنا بشكل مسهب عن الأهمية البالغة لوقف التصعيد ومنع التصعيد وخطورة انزلاق المنطقة إلى أتون حرب إقليمية خطيرة. وعلى صعيد آخر، أشار وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي لأنه ناقش مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن الوضع في السودان وأهمية العمل على وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن مصر تتضامن بشكل كامل مع الحكومة اللبنانية ومع الشعب اللبناني الشقيق. وأضاف وزير الخارجية أنه ناقش قضية المياه مع نظيره الأمريكي، حيث تم التأكيد على ضرورة أن يكون هناك اتفاق قانوني ملزم لتشغيل سد النهضة الإثيوبي. تحدثنا أيضا عن قضية المياه باعتبارها قضية وجودية لمصر، قضية لا يمكن التهاون أو التفريط بها. تحدثنا عن أهمية التوصل إلى اتفاق حول السد الإثيوبي، وأنا تحدثت من جانبي عن الأهمية البالغة لأن يكون هناك اتفاق قانوني ملزم
بالتأكيد لتشغيل هذا السد وأهمية عدم الإضرار بمصالح دولتي المصب طبقا لقواعد القانون الدولي، خاصة وأن هذا النهر هو نهر عابر للحدود. تحدثنا أيضا عن منطقة القرن الإفريقي وما تموج به من اضطراب، وشددت من جانبي على الأهمية الحيوية للحفاظ على وحدة الدولة الصومالية والحفاظ على سيادتها. من جانبه أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تحقيق تقدم في كثير من الأولويات، وذلك خلال جلسة الحوار الاستراتيجي المشترك. وأضاف بلينكن أن واشنطن تشجع الخطوات التي تقوم بها مصر في مجال الإصلاحات، مضيفا أنه تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الأمني الطويل الأمد بين مصر والولايات المتحدة. سنحت لنا الفرصة هذا الصباح في إطلاق الحوار الاستراتيجي، وهذا يؤكد على التزام كلا بلدينا بالاستمرار في تعزيز علاقتنا وتعزيزها بطريقة تركز على خدمة شعوبنا. وأنا أريد أن أشكرك بدر، وأن أشكر فريقك على هذا الحوار وعلى هذه البداية الجيدة. لقد حققنا تقدما في كثير من الأولويات بما في ذلك التنمية والحوكمة والاقتصاد، وأنا أعلن عن 129 مليون دولار من التمويل الإضافي للاستثمار في مئات المنح التعليمية العليا وتشجيع ريادة الأعمال وتحسين الصحة في المناطق الريفية. معا نحن نحقق التقدم الاقتصادي ونوسع الفرص الاقتصادية للمصريين والأمريكيين، ونساعد النساء من أصحابات الأعمال الصغيرة على الوصول إلى التمويل، وتوسيع الاستثمار الخارجي المباشر ليتعدى 1,000 شركة أمريكية الموجودة هنا في مصر. الولايات المتحدة تدعم جهود مصر على إصلاح اقتصادها لكي يصبح أكثر تنافسية وديناميكية. وأشار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى أنه تم طرح بعض الأفكار مع مصر وقطر بشأن مقترح الهدنة في قطاع غزة. كما أضاف بلينكن أن مصر لعبت دورا حيويا في الأزمة السودانية، كما ثمن الدور المصري في بذل الجهد لحل الأزمة السودانية واستضافة 1,000 اللاجئين على أراضيها. لا تزال مصر شريكا لا يمكن الاستغناء عنه في السعي وراء هدنة في غزة، تعيد الرهائن وتخفف من معاناة السكان في غزة وتؤسس لسلام طويل الأمد. أريد أن أشكر الرئيس ووزير الخارجية أيضا على التزام مصر بهذه الأمور، وناقشنا أهمية تحقيق هذه الصفقة، وهذا الشيء سوف نستمر بالسعي إليه مع نظرائنا. ونحن نعتقد أن الهدنة ستكون أفضل طريقة لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة وتخفيف المخاطر على الاستقرار الإقليمي. كان وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي قد ترأس ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن جلسة الحوار الاستراتيجي بين البلدين. وخلال الجلسة أكد عبد العاطي على العلاقات القوية مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنها علاقات استراتيجية تحرص عليها مصر وتتطلع للعمل على تعزيز التعاون في كافة المجالات. وشدد عبد العاطي على أن الولايات المتحدة قوة عظمى وأن مصر قوة إقليمية، مشيرا إلى أن البلدين لديهما مسؤولية في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة. ولفت وزير الخارجية إلى أن تعزيز العلاقات الثنائية يحتل أهمية كبرى لكلا البلدين، منوها بأن المباحثات شملت مختلف أوجه العلاقات بين البلدين في الدفاع والتعليم والسياحة والتكنولوجيا. We'll be right back.
وللمتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور سعيد الزغبي أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس. دكتور، بعد التحية، كيف ترى مستوى العلاقات بين القاهرة وواشنطن، خاصة في ضوء انعقاد الحوار الاستراتيجي بين البلدين وزيارة وزير الخارجية الأمريكي للقاهرة؟ أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. وفعلا يعني هي علاقات مصرية زي ما أكد عليها سيادة وزير الخارجية دكتور بدر عبد العاطي، إن هي علاقة بتمتد إلى عقود طويلة من التعاون المشترك. أنا عايز أقول إن الزيارة دي جاءت ملخص لما يدور حول المنطقة من صدمات خارجية ومن مشاكل، يعني زي ما عرض التقرير بتاع حضرتك وزي ما احنا شفنا وزير خارجية الأمريكي بلينكين مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومع وزير الخارجية، هي ملخص لكافة ما يدور ما حوله من صراعات في المنطقة الإقليمية، سواء إذا كان في السودان، سواء إذا كان في لبنان، سواء إذا كان في قطاع غزة. فأنا بعتبرها كده ملخص لما يحدث في المنطقة، وبتدور في فلك إن مصر الدبلوماسية الخارجية بتاعتها بتشتغل بزيرو مشاكل حول كافة القضايا الموجودة في المنطقة، سواء إذا كان في الجنوب، سواء إذا كان في البحر الأحمر مع الحوثي، سواء إذا كان في قطاع غزة. النهاردة وزير الخارجية اتكلم وقال إن هناك علاقات مصرية فعلا مشتركة وبتمتد إلى أمد كبير. النهاردة أيضا وزير الخارجية الأمريكي قال إن هو جاي علشان يدعم جهود مصر، وإن العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية علاقات كبيرة، وجاي يدعم الإصلاح الاقتصادي، والإصلاح الاقتصادي ده اللي بدأته مصر منذ عام 2015. واتكلم قال كلمة حلوة قوي، إن هو يصبح أكثر تنافسيا وديناميكية، وأعتقد إن ده بيرجع إلى رؤية مصر 2030 في الاقتصاد بتاعها، إن هو يكون اقتصاد متنوع قابل للابتكار والإبداع والتنوع. وزي ما احنا شايفين وبتشهد مصر كثير من المشروعات بين جميع الدول في المجتمع الدولي، خاصة في الطاقة المتجددة في محور قناة السويس، محور التنمية الاقتصادية في قناة السويس. كمان اتكلم النهاردة بلينكين عن توسيع الفرص الاستثمارية، وهو حقيقي اتكلم النهاردة في شقين، شق اقتصادي وشق سياسي. يعني احنا بنتكلم دلوقتي في الشق الاقتصادي، اتكلم عن توسيع الفرص الاستثمارية، وخاصة اتكلم عن نقطة مساعدة النساء في مشاريع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ووصول التمويل إليها، وكمان جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفق الاستثمار الأجنبي الأمريكي في المجتمع المصري. نعم. ويتكلم إن هو عايز يزود حجم الاستثمارات، أكثر من 100 شركة أمريكية موجودة عندنا في مصر، وده إن دل دل على تعزيز قوي للعلاقة الاقتصادية أو العلاقات الاقتصادية بيننا وبين الولايات المتحدة الأمريكية. كمان اتكلم عن تطوير التعليم والمنح الاقتصادية اللي بتمنحها الولايات المتحدة الأمريكية لمصر. اتكلم كمان في شق السياسي، والشق السياسي يعني اعتقد ان احنا اتكلمنا وسيادة الوزير الخارجية دكتور بدر عبد العاطي اتكلم على كثير من المشاكل، منها القضية السودانية. واعتقد ان احنا دلوقتي في يعني في حوالي 18 شهر من خلال القضية السودانية ولم تحل حتى الآن، وانا اعتقد ان احنا لابد ان احنا نرجع الى الروشتة المصرية اللي عملتها مصر في مؤتمر الحوار اللي عملته مصر في يوليو 2023 بقياده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واتكلمنا عن ان يكون هناك مفاوضات في الجانب السوداني. اتكلم ايضا عن سد النهضه وعن مشكله ازمه المياه، وان لابد ان يكون هناك اتفاق قانوني مشترك بين مصر وبين اثيوبيا في ملء السد وفقا لقواعد القانون الدولي. وجاء طبعا المشكله الكبيره في قطاع غزه، واعتقد ان هم اتكلموا باستفاضه عن هذا الموضوع. نعم. واتكلموا في خمس نقاط، يعني لو اقولهم. نعم. سريعا، اول نقطه تفضل. رفض مصر محاولات تصعيد الصراع والتوسع النطاق الحرب اقليميا، وحرب مصر كمان. يعني النقطه الثانيه ان اللي اتكلم عليها وزير خارجيه، ان مصر كانت حريصه على امن لبنان واستقراره وسيادته ودعمه في مواجهه اي هجوم سبراني اللي تعرض اليه زي ما احنا حضراتكم شفنا امس، وده كمان اللي كان مركز عليه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. النقطه الثالثه اتكلموا ايضا في حل الدولتين، ان هو يظل هذا المبدا هو المسار الاول والاخير لتحقيق السلام والامن
الامن المستدام، وده اللي بيركز عليه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان لابد ان يكون هناك امن وسلام مستدام في هذه المنطقه من خلال حل الدولتين والرجوع الى الحدود ما قبل 67. طيب دكتور، يعني هذه النقاط، نعم، يعني التأكيد على إزالة كافة العراقيل أمام إدخال كميات ضخمة من المساعدات الإنسانية. وعايز أقول لحضرتك إن ده كان مطلب مصر من يوم 21 صحيح. أكتوبر 2023 في مؤتمر السلام اللي عقد في العاصمة الإدارية، ودخول المساعدات الإنسانية المستمر والمستدام في هذه المنطقة من خلال معبر رفح. خامس نقطة والأخيرة، أعتقد إن يعني كانوا بيتكلموا عن وقف الانتهاكات الإسرائيلية الممتد من بعد قطاع غزة في الضفة الغربية، والخوف والخشية من توسع هذا الاحتلال من بعد قطاع غزة وهدم البنى التحتية الموجودة في قطاع غزة إلى الضفة الغربية ومن ثم القدس، ومن ثم نلجأ إلى فض القضية الفلسطينية، وده اللي بتخاف عليه القيادة المصرية بقيادة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو فض القضية الفلسطينية. وارجع أقول لحضرتك إن احنا بنرجع للثلاث لقاءات اللي احنا بنتكلم عنهم، لا لفض القضية الفلسطينية، لا للتهجير القسري الخاص بأهالينا في قطاع غزة، نعم. وأيضا لا لوجود الاحتلال الإسرائيلي في معبر بلدلبيه. شكرا على هذا العرض الشامل لمجمل تصريحات وزير الخارجية أثناء زيارته إلى مصر، وزير الخارجية الأمريكي. أشكرك دكتور سعيد الزغبي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس. شهدت العلاقات المصرية الأمريكية خلال السنوات الماضية مرحلة جديدة من التعاون والتفاهم والتنسيق في كافة المجالات، خاصة السياسية والاقتصادية، حيث نجحت الدبلوماسية المصرية في إعادة الثقة بين البلدين، كما تم وضع قاعدة للمصالح المشتركة تقف عندها الدولتان على قدم المساواة دون أي تمييز لتحقيق مصالحهما دون الإضرار بمصالح طرف على حساب الآخر. علاقات استراتيجية قوية وروابط وثيقة تجمع مصر والولايات المتحدة جعلت من العلاقات بين القاهرة وواشنطن نموذجاً في التحالف والشراكة القائمة على الاحترام والتقدير المتبادلين. الرؤية المصرية تجاه العلاقات مع الولايات المتحدة انعكست في تصريحات ولقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ركزت على أن العلاقات المصرية الأمريكية هي علاقات استراتيجية تستند إلى ثوابت راسخة. وشهدت العلاقات الثنائية تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة من خلال التعاون في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، وتأكيداً على ما تتميز به هذه العلاقات يجري تنظيم ما يسمى بالحوار الاستراتيجي للتنسيق والتشاور والتفاهم بين البلدين إزاء مختلف القضايا والملفات الثنائية والإقليمية والدولية. الدبلوماسية المصرية نجحت في وضع إطار مؤسسي للتعاون يتسم بالاستمرارية، وهو ما يطلق عليه الحوار الاستراتيجي، كما تم وضع قاعدة للمصالح المشتركة تقف عندها الدولتان على قدم المساواة دون أي تمييز لتحقيق مصالحهما دون الإضرار بمصالح طرف على حساب الآخر، فضلاً عن استمرار التنسيق والتشاور واللقاءات بين البلدين وضرورة التوصل إلى حلول متفق عليها في قضايا المنطقة، خاصة القضية الفلسطينية والتصدي بحزم لخطر الإرهاب. من السودان جنوباً إلى غزة شرقاً وليبيا غرباً، أزمات تطرح نفسها على طاولة الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي في جولته الجديدة بالقاهرة التي تعقد في وقت تمر به المنطقة بالعديد من الأزمات وسط مخاوف من اتساع رقعة الصراع ونشوب حرب إقليمية شاملة، وهو ما يضفي أهمية خاصة على هذه الجولة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين. اختتمت فعاليات التدريب البحري المشترك المصري الأمريكي النسر المدافع الذي استمرت فعالياته لعدة أيام بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر بمصر، وذلك بمشاركة عناصر من القوات البحرية المصرية والأمريكية. وشملت فعاليات التدريب عقد عدد من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم التدريبية بين عناصر القوات البحرية لكلا الجانبين، كما نظمت القوات المشاركة معرضاً للأسلحة والمعدات المستخدمة في التدريب، فضلاً عن تنفيذ رماية مدفعي سطحي بالذخيرة الحية لصد وتدمير الأهداف المعادية
والدفاع ضد التهديدات غير النمطية، كما تم التدريب على تأمين سفينة ذات شحنة هامة ومكافحة الحريق بالوحدات البحرية، هذا بالإضافة إلى تنفيذ تشكيلات إبحار مختلفة أظهرت مدى التجانس بين العناصر المشتركة في التدريب. يأتي التدريب في ضوء تنامي علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية لتعظيم الاستفادة من القدرات الثنائية لكلا الجانبين وتبادل الخبرات في أسلوب تأمين مسارح العمليات البحرية ضد التهديدات المختلفة. افتتح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مصنع بيكو لصناعة الأجهزة المنزلية بمدينة العاشر من رمضان. وقال رئيس الوزراء في تصريحات عقب الافتتاح، قال إن المصنع صرح صناعي عملاق يتم إنشاؤه على أرض مصر، وهي واحدة من الشركات العالمية الكبرى، وأوضح أن هناك عمالة مصرية عملاقة داخل المصنع ونموذج شراكة ناجح للغاية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة النهاردة أنا سعيد بوجودي مع حضراتكم، يعني أنا وأخي وزميلي معالي نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل ومعالي وزير الإسكان ورئيس الهيئة العربية للتصنيع وأيضا السعادة سفير التركي والقائمين على مصنع بيكو. الحقيقة عشان نشرف النهاردة بافتتاح هذا المصنع اللي هو الحقيقة صرح صناعي عملاق بيتم إنشاؤه على أرض مصر، والحقيقة يمكن يعني مصدر السعادة الكبير لنا النهاردة إن ده واحد من الشركات العالمية الكبرى اللي الحكومة المصرية استهدفت إنها تجتذبها للاستثمار في مصر وإنشاء مصانع، مش فقط عشان تغطي السوق المحلي ولكن أيضا عشان يبقى مركز إقليمي للتصدير لكل منطقة الشرق الأوسط بل وأوروبا. أيضا احنا استهدفنا لو نذكر حضراتكم ثلاث شركات عملاقة، كان شركة هاير الصينية العالمية اللي هي أكبر شركة على مستوى العالم، ويعني شرفنا بقيام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح المصنع. النهاردة احنا موجودين في شركة بيكو اللي هي تاني أكبر شركة على مستوى العالم، والشركة الثالثة هي شركة بوش اللي هي إن شاء الله برضو هيفتتح مصنعها في القريب العاجل. أهم شيء إن هذه الشركات لما تم التفاوض معاها يعني الحقيقة عملنا كل الإجراءات والتيسيرات والحوافز، ادينا لهم الرخصة الذهبية، أتحنا لهم الأرض بتخصيص مباشر، والحمد لله كل شركة منهم قدرت تخلص المصنع بتاعها في ظرف سنة. اللي حضراتكم شايفينه ده اتعمل في سنة واحدة. النهاردة الطاقة العمالة في المصنع 650 عامل، هترتفع إلى ما تصل إلى 2000 عامل إن شاء الله في خلال الفترة الجاية. شايفين حضراتكم الاستفادة، بيتم الاستفادة بأحدث تكنولوجيات على مستوى العالم، التصنيع بعمالة مصرية مدربة على أحدث مستوى، بيستفيدوا من خلال أقسام البحث والتطوير بالتعاون مع الجامعات المصرية والشباب المصري الواعد من الجامعات بأفكارهم بيتوحلهم أنها تتطبق. فالحقيقة نموذج شراكة ناجح كبير جدا. إن شاء الله الدولة المصرية كلها كحكومة وطبعا بتوجيهات فخامة الرئيس وبدعم المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية اللي النهاردة شغالة على هذا الملف المهم، هنجتذب بإذن الله أكبر عدد من الشركات العالمية على مستوى العالم في كل القطاعات، وده استهدافنا ودي أهدافنا النهاردة كحكومة، أن يبقى عندنا في كل القطاعات الصناعية أكبر منتجين في العالم موجودين في مصر بإذن الله. مرة أخرى أنا سعيد جدا بوجودي معكم النهاردة في افتتاح هذا المشروع، وإن شاء الله هيكون هناك مزيد من الافتتاحات في الفترة القادمة جميعا. شكرا لحضراتكم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن برنامج عمل الحكومة يستهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة كأحد أهم الأولويات في تحقيق التنمية الاقتصادية. جاء ذلك خلال اجتماع مع وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي لبحث عدد من ملفات عمل الوزارة، وكذلك المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا لتطوير الشركات التابعة لها، حيث شدد رئيس الوزراء على سعي الحكومة لمواصلة تنفيذ خطة لتحسين وتطوير أداء الشركات والمصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، واستمرار البرامج التدريبية لرفع كفاءة الموارد البشرية بها. وفي هذا الإطار أشار مدبولي إلى ضرورة وضع مستهدفات محددة
من خلال رؤية واضحة تماما لكل شركة من الشركات التابعة للوزارة وتوابعها، على أن يتم ذلك على طريق خطة واضحة لكل شركة قابضة، مؤكدا أنه سيتم متابعة تنفيذ ذلك بصفة دورية وموقف تلك الشركات أولا بأول، كما سيتم تنظيم زيارات ميدانية لها لمتابعة الموقف ومستجداته على أرض الواقع. أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض ارتفاع عدد ضحايا هجوم الثلاثاء إلى 12 قتيلا بينهم طفلان، فضلا عن إصابة قرابة 2800 شخص بينهم 300 إصابتهم خطرة. وأكد وزير الصحة اللبناني أنه تم إجراء 460 عملية جراحية حتى الآن، معظمها في العيون والوجه نتيجة انفجار أجهزة الاتصالات اللاسلكية في أنحاء لبنان. حصيلة الشهداء حتى اليوم هي 12 شهيد، بيناتهم طفلين، فتاة عمرها 8 سنوات وشاب صغير عمره 11 سنة، بالإضافة لعدة عاملين في القطاع الصحي كذلك كانوا جزء من الشهداء اللي سقطوا. برجع بكرر، عدد الشهداء حتى الآن هو 12 شهيد. بموضوع عدد الجرحى اللي سقط، الرقم اللي اعطيناه امبارح وبعد ما رجعنا اكدنا اليوم على الارقام، طلع ارقام اعلى في الساعات الماضيه ونحن قلنا انه هذا رقم غير دقيق، والسبب انه رقم غير دقيق لانه في بعض المرضى كانوا عم ينحسبوا اكثر من مره، باول مستشفى وصلوا له وبعدين بالمستشفى اللي انتقلوا له. عدد الجرحى حتى الان هو ما بين 2750 و2800 مريض. ونحن عم نرجع نتابع لأنه عم نجيب أسامي كل المرضى وعم نتأكد من يعني هوية. من هيدول 2750 مريض، حوالي 750 منهم كانوا في منطقة الجنوب، حوالي 150 كانوا في منطقة البقاع، وحوالي 1850 كانوا في مناطق بيروت والضاحية الجنوبية. تعهد حزب الله اللبناني بمواصلة عملياته العسكرية ضد إسرائيل، وذلك غدا انفجار أجهزة اتصالات لاسلكية في مناطق مختلفة من لبنان بصورة متزامنة. وأكد حزب الله أن وحداته ستواصل عملياتها الاعتيادية دعما للشعب الفلسطيني ضد العدوان المتواصل على قطاع غزة، مشددا على أن هذا المسار المتواصل منفصل عن الرد الذي سيقوم به الحزب على خلفية عدوانه أمس بعمليات تفجير أجهزة الاتصالات. أعلنت إذاعة جيش الاحتلال رفع درجة التأهب في منظومات الدفاع الجوي استعدادا لهجوم محتمل من حزب الله ردا على هجوم الثلاثاء. وأكدت إذاعة جيش الاحتلال أنه تقرر الدفع سريعا بالفرقة 98 إلى الحدود الشمالية بدلا من قطاع غزة في ظل حالة الاستنفار القصوى خشية رد محتمل من حزب الله اللبناني. في هذه الأثناء نفت شركة جولد أبولو تايوانية صاحبة العلامة التجارية لأجهزة الاتصال التي انفجرت في لبنان أي مسؤولية عن تصنيع تلك الأجهزة. وأكدت الشركة التايوانية أن شركة تصنيع أوروبية حصلت على ترخيص باستخدام علامتها التجارية وهي التي صنعت هذه الأجهزة. يأتي ذلك بعد اتهامات بوضع متفجرات داخل تلك الأجهزة قبيل توريدها للبنان. هلع وذعر آثاره الإرهاب السبراني مجددا ضمن حروب الجيل الخامس في ظل عالم يعيج بالحروب والصراعات. استيقاظ لبنان على فاجعة مقتل وإصابة أشخاص جراء اختراق وتفجير أجهزة اتصالات البيجر الموجودة لدى عدد من العاملين في وحدات ومؤسسات حزب الله المختلفة، وجه ذلك أصابع الاتهام إلى إسرائيل لتخرج فرضية بتورط إسرائيل في زرع كميات صغيرة من المتفجرات داخل كل جهاز من الأجهزة قبل شحنها إلى لبنان. اتهام سارعت شركة جولد أبولو التايوانية التي تحمل الأجهزة علامتها التجارية إلى نفي مسؤوليتها عنه والتأكيد بأن الأجهزة ليست من تصنيع الشركة وإنما من تصنيع شركة
PAC الأوروبية التي لديها ترخيص باستخدام علامتها التجارية. المنتج ليس تابعاً لنا، إنه فقط يحمل علامتنا التجارية. نحن فقط نمنح ترخيص العلامة التجارية، وليس لنا أي دور في تصميم أو تصنيع هذا المنتج. فرضية إن صحت فهي اختراق أمني لم يسبق له مثيل، لكن أوساطا لبنانية تحدثت عن تلك الفرضية وزادت بأن سلطات الاحتلال تمكنت من حقن لوح داخل الأجهزة يحتوي على مادة متفجرة تتلقى شفرة من الصعب اكتشافها بأي وسيلة حتى باستخدام أي جهاز أو ماسح ضوئي، لتصبح تلك الفرضية واحدة من استنتاجات أخرى لن تتضح حقيقتها إلا بعد انتهاء التحقيقات بشكل كامل. وكان حزب الله قد بدأ في استخدام هذه الأجهزة حتى لا تتمكن إسرائيل من رصد مواقعه، إلا أن الاختراق الأمني أفشل خططه، وتوعد الحزب على الفور بمحاسبة إسرائيل فيما لم تعلق الأخيرة حتى الآن على الاتهامات اللبنانية. وبحسب الأمن الداخلي اللبناني فإن أجهزة اتصالات لاسلكية من أنواع معينة انفجرت في عدد من المناطق اللبنانية ومن بينها الضاحية الجنوبية وخلفت قتلى وجرحى. هذه المشاهد المرعبة والتداعيات السلبية للتكنولوجيا تستدعي ممارسة أعلى درجات الحماية والتأمين من التهديدات الرقمية المحتملة من خلال أجهزة الأمن السبراني. تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم على مشروع قرار قدمته دولة فلسطين يطالب الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء وجوده غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهر. وتقدمت فلسطين بمشروع القرار للجمعية العامة في 12 من سبتمبر الجاري بناء على فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناجمة عن سياسات إسرائيل وممارستها في فلسطين. خطوة جديدة لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره والعودة وتجسيد استقلال دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة. خطوة جاءت تحت قبة الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال التصويت على مشروع قرار يطالب دولة الاحتلال الإسرائيلي بأن تنهي دون إبطاء وجودها غير القانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة في مدة أقصاها 12 شهراً من تاريخ اتخاذ القرار. مشروع القرار يستند إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي بطلب من الجمعية العامة، أكدت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 غير قانوني. استنادا إلى ذلك دعت الدول العربية إلى جلسة خاصة للجمعية العامة قبل أيام من وصول عشرات رؤساء الدول والحكومات إلى نيويورك للمشاركة في افتتاح الدورة السنوية للجمعية العامة التي ستهيمن عليها الحرب في قطاع غزة. مشروع القرار يطالب أيضا بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية ووقف بناء المستوطنات الجديدة وإعادة الأراضي والأملاك التي تمت مصادرتها والسماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين. وتتضمن النسخة الأخيرة من النص فقرة تدعو الدول الأعضاء لاتخاذ تدابير من أجل وقف تصدير أسلحة لإسرائيل يمكن أن تستخدم ضد الفلسطينيين. وفي مايو الماضي قدمت الجمعية دعما كبيرا لكنه رمزي للفلسطينيين إذ اعتبرت ب 143 صوتا مؤيدا مقابل معارضة 9 أصوات وامتناع 25 عن التصويت، اعتبرت أن للفلسطينيين الحق في عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وهو ما تعرقله الولايات المتحدة كعادتها.
تواصل مصر بذل جهودها في سبيل إنفاذ المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة. هذا وقد عبرت 24 من الشاحنات الإغاثية وأربع شاحنات أخرى محملة بالغاز الطبيعي من مصر إلى معبر كرم أبو سالم، وذلك ضمن المساعدات اليومية التي تعبر إلى الأشقاء في قطاع غزة. المزيد يستعرضه باسم أبو العنين مراسل التلفزيون المصري. نعم، تحياتي إليكم من أمام معبر رفح البري الفاصل بين مصر وقطاع غزة، حيث لازلنا نرصد حركة الشاحنات المحملة بالمساعدات الإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة. فبعد أن تم تدمير هذا المعبر الفلسطيني في الجهة الأخرى، معبر رفح الفلسطيني في وقت سابق من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، واستبداله بمعبر كرم أبو سالم والذي يبعد جهة الشرق من هنا نحو 3 كيلومترات، وأصبح هناك تعنتا إسرائيليا على دخول المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، وقد تقلصت بشكل كبير في الفترة الأخيرة بالتزامن مع ارتفاع وتيرة القصف الإسرائيلي على القطاع المنكوب. هذا اليوم كان لدينا نحو 24 سيارة شاحنة تحمل مساعدات إنسانية دخلت إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم. هذه السيارات لم يعد عدا البعض منها، يعني حتى ساعة البث هذه عاد منها نحو 10 أو 12 شاحنة تقريبا، بعضها محمل بنفس حمولته مرة أخرى والبعض الآخر قد أفرغ حمولته. ولاحظنا أن تلك السيارات التي خرجت بعد إفراغ حمولتها كانت سيارات ثلاجات كبيرة مكتوب عليها لحوم أضاحي، كانت دخلت بهذه الشحنات الغذائية وخرجت وقد أفرغت شحنتها مرة أخرى. وبالنسبة لسيارات الوقود فكان لدينا 4 سيارات وقود دخلت إلى القطاع وأفرغت شحنتها بالفعل محملة بالغاز وعادت بعد أن أفرغت شحنتها، وكانت هذه أبرز ما علمناه حتى لحظتنا تلك بخصوص الشاحنات التي نفذت، وبانتظار المزيد ليخرج مرة أخرى من كرم أبو سالم لنعرف ونتبين ما إذا كان أفرغ شحنته بالفعل أم يعود بها مرة أخرى. من أمام معبر رفح البري، التلفزيون المصري، باسم أبو العينين. وعودة مشاهدينا للخبر الأبرز، واستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين والوفد المرافق له صباح اليوم، حيث أكد الرئيس السيسي أهمية الشراكة الاستراتيجية المصرية الأمريكية في حماية مصالح الدولتين وتعزيز الأمن الإقليمي. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، بالإضافة إلى السفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى جارج. أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الوزير الأمريكي نقل للسيد الرئيس تحيات الرئيس بايدن وتقديره للدور الحيوي الذي تقوم به مصر لاستعادة الاستقرار في المنطقة، وهو ما ثمنه السيد الرئيس، مؤكدا أهمية الشراكة الاستراتيجية المصرية الأمريكية في حماية مصالح الدولتين وتعزيز الأمن الإقليمي. وقد تناول اللقاء في هذا الصدد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث تم تبادل وجهات النظر بشأن كيفية تعزيز الجهود المشتركة بين مصر والولايات المتحدة وقطر للمضي قدما في مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين وتيسير إنفاذ المساعدة الإنسانية. وقد حرص السيد الرئيس في هذا الإطار على التشديد على أولوية التدخل الحاسم لإزالة العراقيل أمام إدخال كميات ضخمة من المساعدات إلى أهالي غزة الذين يعانون من كارثة معيشية وصحية، بالإضافة إلى ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية وعدم مواصلة سياسات التصعيد ضد الفلسطينيين. وفي هذا السياق أكد الجانبان أن حل الدولتين يظل هو مسار تحقيق السلام والأمن المستدامين. كما تطرق اللقاء إلى تطورات المشهد الإقليمي، حيث أكد السيد الرئيس رفض مصر لمحاولات تصعيد الصراع وتوسعة نطاقه إقليمياً، مشيرا إلى ضرورة تحلي جميع الأطراف بالمسؤولية، ومجددا تأكيد دعم مصر للبنان في مواجهة الهجوم السبراني الذي تعرضت له، مشددا على حرص مصر على أمن لبنان واستقراره وسيادته.
وقد تم التوافق على تكثيف الجهود المشتركة بين مصر والولايات المتحدة بهدف التهدئة وخفض التصعيد على النحو الذي يضمن استعادة السلم والأمن الإقليميين. اللقاء تطرق كذلك إلى جهود تطوير العلاقات الثنائية، حيث تم تأكيد الحرص المتبادل على استئناف الحوار الاستراتيجي والترحيب بانعقاده خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكية الجارية لمصر، وذلك على النحو الذي يحقق المصالح المشتركة للدولتين. كما عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس مصطفى الدجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر. وقد اطلع السيد الرئيس على تطورات حركة الملح بقناة السويس في ضوء التحديات الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب وسبل الحد من التأثيرات السلبية على حركة الملاحة بالقناة في ظل أهميتها للاستدامة واستقرار سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية، حيث عرض السيد رئيس هيئة قناة السويس جهود الهيئة لدعم التوكيلات الملاحية في أوقات الأزمات عبر تنفيذ آليات متعددة لتقليل تأثيرات الأوضاع الراهنة في البحر الأحمر، كما تم استعراض سبل رفع كفاءة الخدمات الملاحية والبحرية بالقناة عبر استحداث حزمة جديدة من الخدمات الملاحية بما يتلائم مع السفن العابرة في الظروف الاعتيادية والظروف الطارئة على حد سواء، وتقديم الخدمات المتنوعة للسفن المارة وعلى رأسها خدمات الإنقاذ البحري وخدمات الإصلاح وصيانة السفن بترسانة الهيئة، فضلا عن الجهود الجارية لتأسيس مركز عالمي لإصلاح وصيانة السفن بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية. كما تابع السيد الرئيس خلال الاجتماع مستجدات الجهود الرامية لتحديث أسطول الصيد المصري بالشراكة مع القطاع الخاص الذي يهدف لتوطين صناعة الوحدات البحرية المختلفة في مصر، بما يعزز من جهود الدولة نحو ترسيخ دعائم صناعة بناء السفن واليخوت السياحية. وقد وجه السيد الرئيس باستمرار العمل على تقديم الخدمات الملاحية والبحرية رغم الأوضاع الراهنة مع مواصلة العمل على تعظيم قدرات القناة التي تمثل ركيزة لا غنى عنها لحركة التجارة العالمية في ضوء أدائها المتميز والمشهود له عالميا بالكفاءة والقدرة حتى خلال ظروف الطارئة وغير الاعتيادية. أعلن رئيس مجلس الوزراء تدشين مبادرة جديدة وهي بداية لبناء الإنسان بجميع المحافظات، حيث تتضمن عدة محاور رئيسية مثل تعزيز الأمن القومي وبناء الإنسان وتطوير اقتصاد تنافسي وتحقيق الاستقرار السياسي. كما تركز المبادرة على تحسين النظام الصحي وتعزيز الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين. من قلب ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة تم الاحتفال بإطلاق مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، والتي تقوم على الاستثمار في رأس المال البشري من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية. تلك المبادرة التي تعد تجسيداً لاهتمام الدولة بالعنصر البشري وتأتي لإعلان بدء عقد اجتماعي جديد يبرز استثمارات الدولة في مجال التنمية البشرية وبناء الإنسان، ويسلط الضوء على المزيد من الخدمات وأسلوب تقديمها للمواطنين من خلال تضافر وتعاون مختلف الجهات الحكومية في وقت واحد وبصورة تكاملية، وهو الأمر الذي سيسهم في رفع العبء الاقتصادي والاجتماعي عن كاهل المواطنين. طبعا منذ تشكيل الحكومة وتقديم الحكومة البرنامج الحكومة المقدم إلى مجلس النواب، والحقيقة تكليف الرئيس بملف التنمية الاقتصادية والتنمية الصناعية وأيضا التنمية البشرية لمجموعات وزارية مختلفة، الغرض من كل المجهود ده أن يبقى فيه تنسيق كامل ما بين الوزارات المعنية في ملفات مشتركة. طبعا يعني يمكن المشاهد دائما بيشوف أن الدولة عملت بنية تحتية ضخمة جدا، سواء العاصمة الإدارية الجديدة أو المدن الجديدة بشكل عام أو التنمية في مجالات الطرق والكباري في بناء الإسكان، بناء الزراعة، في أيضا في مجالات الخاصة بالتنمية الصناعية بشكل عام، ولكن دائما كان السؤال أين الإنسان في هذا المجال، ومن هنا كانت فكرة التنمية البشرية بتكليف من سيادة الرئيس ورعاية كريمة
القيمة لهذه المبادرة اللي هي مجرد إطلاق لملف التنمية البشرية لتعريف المجتمع ما هو التنمية البشرية. المبادرة تتضمن عدة محاور رئيسية مثل تعزيز الأمن القومي وبناء الإنسان المصري وتطوير اقتصاد تنافسي وتحقيق الاستقرار السياسي، كما تركز على تحسين النظام الصحي وتعزيز الحماية الاجتماعية. جايين نقول إن إحنا جميعاً بمخططاتنا وببرامجنا المختلفة نقدر نقدم للمجتمع المصري شغل فيه تكاتف وفيه اتساق وفيه وصول إلى تغطية كبيرة جداً للمجتمع المصري بكل فئاته. بنتكلم على الأطفال، بنتكلم على المراهقين، بنتكلم على الشباب، بنتكلم على المرأة، بنتكلم على كبار السن، بنتكلم على فرص للتوظيف، بنتكلم على تمكين اقتصادي للمرأة، بنتكلم على فرص جديدة للشباب. النهاردة عندنا أمل جديد، بنقول إن إحنا مع بعض نقدر نغير، مع بعض نقدر نوصل لكل الفئات الموجودة في المجتمع المصري علشان فعلاً نقول بداية جديدة لبناء الإنسان. إحنا بنتكلم على بداية، وهي بداية الإنسان، وبداية الإنسان بتبتدي بأول 6 سنين من عمره اللي بيتكون فيها 90% من قدرات الإنسان النفسية والذهنية والصحية. المبادرة تقوم من خلال تعزيز الجهود والتنسيق بين جميع جهات الدولة في مختلف أنحاء الجمهورية. تأتي هذه المبادرة في إطار حرص القيادة السياسية على إحداث تغييرات نوعية وبناء الإنسان صحياً وتعليمياً واجتماعياً، إلى جانب توطين مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال تبني سياسات حماية متكاملة. جيرمين إبراهيم، التلفزيون المصري. هذا وانطلقت المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان في أنحاء الجمهورية، وتستهدف المبادرة تقديم خدمات شاملة سواء في الصحة أو البريد أو التعليم وغيرها من الخدمات. في شتى أنحاء الجمهورية انطلقت المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تحسين جودة حياة المواطنين وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة. المبادرة الرئاسية تصل لجميع محافظات الجمهورية لتنفيذ برامج وتقديم خدمات تصل للمواطن المصري بشكل سريع ومؤثر، وستستمر فعاليات المبادرة لمدة 100 يوم. تحت رعاية فخامة السيد عبد الفتاح السيسي من خلال المبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، ويمكن احنا النهاردة في مطروح كنا مجهزين لهذا الموضوع من يعني بنستعد له من خلال كل المديريات وكل الأجهزة الخدمية. محاوره الأساسية الصحة والتعليم، بعد كده الباقي كله بيجي سواء ثقافة، اجتماع، خدمات، الباقي هيبقى سهل لو انت بنيت إنسان صحته كويسة على قدر كافي من التعليم هتقدر تثقف. المبادرة تأتي في إطار حرص الدولة على الاستثمار في رأس المال البشري من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية عن طريق تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع الجهات الخدمية بجميع المحافظات. مديرية الشباب والرياضة مشتركة في الاصطفاف بنموذج من ولادنا ركيب الدرجات الهوائية، وديت مبادرة الوزارة درجتك صحتك وتحضر للأخضر. المواطنون من جانبهم أشادوا بالمبادرة الرئاسية التي تستهدف في المقام الأول تنمية الإنسان وتقديم الخدمات لهم كافة. المبادرة الرئاسية تهتم كذلك بالأسرة المصرية عبر برنامج متكامل، وترتكز أيضا على بناء الوعي وإعداد أجيال جديدة تترسخ لديها قيم الانتماء والولاء للدولة المصرية. تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تنظم وزارة الداخلية الملتقى السادس لطلبة وطالبات المناطق الحضرية بالعاصمة الإدارية. يأتي ذلك للتعرف على منشآت العاصمة الإدارية ومرافقها التي تجسد إرادة المصريين في بناء الجمهورية الجديدة. لما الدنيا تقول لي افرح 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 ومن القلب. تنطلق مبادرة الجيل الجديد برعاية رئيس الجمهورية إلى آفاق جديدة من النجاحات في مواصلة ترسيخ الانتماء الوطني لدى شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة. أجيال طلع في مصر جديدة بضحكة جميلة ترك القلب. محطة عدلي منصور التبادلية العملاقة
هي نقطة البداية للملتقى السادس للمبادرة التي تنظمها وزارة الداخلية، حيث استقل الشباب القطار الكهربائي الخفيف والذي يعد أحد عناصر منظومة النقل النظيف في مصر باتجاه محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة. العاصمة الإدارية الجديدة كانت هي مقصد الملتقى السادس لمبادرة جيل جديد، ليرى الشباب حجم الإعجاز والإنجاز في هذا المكان الذي تحول في أقل من 7 سنوات من رمال إلى مدينة ذكية تتباهى بمنشآتها وطرازها المعماري وأحيائها المتنوعة. بدأ الشباب جولتهم بالعاصمة الإدارية بزيارة مسجد الفتاح العليم، ويعد أولى الإنشاءات البنائية في العاصمة الإدارية. صدر الأمر بإنشاء مسجد الفتاح العليم يوم 6 يناير سنة 2017، وتم افتتاح المسجد يوم 6 يناير سنة 2019، خدنا كام؟ سنتين، وده معناه إن كانت كل الطاقات الممكنة وكل القدرات الممكنة اشتغلت وتكاتفت وتعاونت عشان تبرز لي هذا المظهر والمنجز الحضاري. أماكن جميلة جداً أول مرة في حياتي أشوفها، لو كنت أسمع عنها في التلفزيون، بس النهاردة مبسوطة جداً إن أنا جيت شفتها. تضمنت الجولة زيارة كاتدرائية ميلاد المسيح، والتي كان افتتاحها في ذات توقيت افتتاح مسجد الفتاح العليم. الدولة حريصة على ان هي بتثبت فكرة الوحدة الوطنية، اننا كلنا شعب واحد. دي فكرة مهمة جدا ان الدولة نفسها تكون أول مشروع ليها في مكان كان صحراء تماماً أن هي تبني جامع وكنيسة. تعلمنا في المبادرة يعني التسامح، وأن احنا كلنا واحد وبنعيش في وطن واحد، وتعلمنا في المحاضرات يعني إيه الوسطية ويعني إيه حرية الاعتقاد. أنا فرحان أن أنا جيت وزرت الكدرائية وزرت مسجد الفتاح العليم، وعرفونا في المبادرة أن الاثنين اتبنوا في وقت واحد، وده يأكد أن احنا هنا في مصر نسيج واحد. وتوجه الشباب إلى مركز مصر الثقافي الإسلامي، حيث شاهدوا مسجد مصر والمصمم على الطراز المعماري الإسلامي الممزوج بروح الحداثة والعصر، ويعد ثالث المساجد مساحة بعد الحرمين الشريفين. كما يضم المركز دارا للقرآن الكريم نقش فيه القرآن كاملاً في 30 إيواناً بسواعد وأياد مصرية وبدقة كبيرة. أجيال طلاب مصر جديدة بتقول دايماً تحيا مصر، لما تشوف أبطال حنفي يحمو يبنوني. روعة من روعات العاصمة الإدارية إن احنا نشوف المصحف الشريف منحوطه على الجدران، وإن احنا شفنا مصحف سيدنا عثمان بن عفان أول مصحف، يعني ودي كان حاجة عمري ما توقعتها، وأنه كان حلم بالنسبة لي أن أنا أجي العاصمة. أجيال طلاب مصر جديدة بتقول دايماً تحيا مصر. الجولة التي استمرت على مدار 5 أيام بالعاصمة الإدارية شملت مدينة الفنون والثقافة، والتي أنشئت لتكون منارة للإبداع الفني والفكري والثقافي في مصر بمكوناتها الفريدة، أهمها قاعة الأوبرا، متحف عواصم مصر، ومكتبة العاصمة الإدارية. أجيال طلاب مصر جديدة بتقول دايماً تحيا مصر. مجموعة من الصروح العظيمة جداً من أجل مستقبل مصر ومستقبلكم أنتم شخصياً، عشان تتعرفوا على فنون بلدكم اللي مش بس بننقلها لكم، بننقلها عن طريقكم للعالم كله. لما تشوف أبطال حنفي يحمو يبنوا اليوم الدين.
مجلس النواب أيقونة معمارية فريدة في العاصمة الإدارية توجه إليه شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة لمعرفة كيف يمارس نواب الشعب دورهم الرقابي والتشريعي، واستمعوا إلى آليات عمله ومراحل بنائه. وقد حصل المجلس على أفضل مشروع إنشائي عربي عام 2021. بنرحب بشباب المبادرة في مجلس النواب الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومهم جدا ان هم يجوا يتعرفوا على المجهود اللي بيتعمل في العاصمة الإدارية والحي الحكومي. عرفنا النهاردة ان مجلس النواب ليه سلطة تشريعية وسلطة رقابية، ودي معلومات كويسة احنا عرفناها النهاردة. أجيال طالعة في مصر جديدة بضحكة جميلة ترك القلب. وعلى بعد أمتار قليلة من مجلس النواب كان المقر الجديد لمجلس الشيوخ، حيث تعرف شباب جيل جديد على آليات عمله في مراجعة القوانين المختلفة، وشاهدوا قاعة المجلس الرئيسية. فخورة جدا ان انا مشاركة في المبادرة دي، لانها بتعلمنا حاجات كتير، وكل مرة بستنى المبادرة هتفاجئنا بايه وهتعمل ايه حاجات جديدة. اتعلمت في مبادرة كلنا واحد جيل جديد ان السلطة التشريعية بتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس الشيوخ. مجلس النواب هو اللي بيشرع القوانين، ومجلس الشيوخ هو اللي بيراجعها. ولما اروح اقول لاهلي لازم ينزلوا في الانتخابات علشان نختار اعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ. وحرصت مبادرة جيل جديد على اصطحاب الشباب إلى مقر مجلس الوزراء بالحي الحكومي، وأتيحت لهم الفرصة لزيارة القاعة المخصصة لعقد جلسات مجلس الوزراء. من خلال زيارة البراعم وزي ما شفنا النهاردة ومروا على مجلس الوزراء وشافوا الحي الحكومي كله في انتقال الحكومة من القاهرة للعاصمة الإدارية الجديدة، شافوا إزاي في تخطيط جديد بيحصل سواء على مستوى المباني وسواء أيضا على مستوى التحول الرقمي والربط ما بين الوزارات المختلفة. احنا تعلمنا في المبادرة حاجات كتير، منها مجلس الوزراء بيمثل السلطة التنفيذية في مصر. مجلس الوزراء بيجتمع هنا كل أسبوع علشان نخطط لنا مستقبلنا. لما تشوف أفضل حنفين يحمو يا ابن اليوم الدين، وليك يا مصر يرد الدين لأجل بلدنا بلد الأعمار. ومع استمرار الأعمال الإنشائية في البرج الأيقوني، كانت فرصة للشباب لزيارة هذا المعلم المتميز والذي يقع بحي المال والأعمال، ويعد أكبر الأبراج في أفريقيا مجسداً إرادة المصريين في البناء والتنمية. أنا مبسوطة أوي أنا جيت العاصمة الإدارية هنا في برج الأيقوني، ما كنتش متخيلة ان هو يكون بالشكل ده وبالضخامة دي. بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بيخلينا نشوف الانجازات وتاريخ بلدنا. وتحت اطول ساري علم في العالم التقط شباب جيل جديد صورا تذكارية، حيث يعد هذا الساري جزء من ساحة الشعب والتي تعتبر من ابرز المعالم الموجودة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتضم النصب التذكاري الذي صمم بطابع فرعوني ومدون عليه أسماء شهداء مصر. مبسوطة جدا برضو ان احنا بصينا على ساحة الشعب وعرفنا حاجات فيها اكتر، وبجد مناظر تحفة، بجد والله العظيم مناظر تحفة. انا مبسوطة اللي هو احنا بجد بلدنا حاجات زي كده. مبسوطة ان سيادة الرئيس فكر انه يعمل لنا مبادرة زي كده. مبادرة غيرت في شخصيتنا كتير جدا، خليتنا طموحين وبنبص لأحسن حاجة دايما. كما قام الشباب بجولة بالنهر الأخضر، وهو سلسلة من الحدائق الخضراء والبحيرات الصناعية، وأقيم كمتنفس طبيعي للعاصمة الإدارية. تحية كل إيد مصرية إن هي قدرت تحول الصحراء دي للجمال ده كله، والحاجات الخضراء دي شكلها منظرها خلاب الجميل ده. وعلى هامش الملتقى السادس لشباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة، تم تنظيم ندوات ثقافية لهم بالحي الحكومي حول العاصمة الإدارية وأهميتها ومراحل إنشائها. أنا اسمي صبر أحمد من حي معاً، وكنت عايز أعرف إزاي المنشآت دي كلها اللي في العاصمة الإدارية الجديدة اتبنت إزاي في 7 سنين. الإرادة، المعافرة، صح ولا مش صح؟ ده الوقت قصير، مش هننام. بدل ما وردية واحدة تشتغل 7 ساعات 12 ساعة، تشتغل 3 ورديات في اليوم. العمل شغال 24 ساعة.
احنا بنشتغل في المبادرة بنشتغل على بناء الفكر، كيف يمكن صياغة فكر مبدع، فكر للمستقبل، القدرة على استشراف المستقبل، هو ده اللي بيبني الأمم. فخورة جدا ان انا في مبادرة الجيل الجديد كلنا واحد، وحابة اشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. وخلال لقائه بشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة، أعلن رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية عن مكافأة للطلبة المتفوقين. احنا بنخصص ليكو 10 منح دراسية إن شاء الله السنة الجاية للمتفوقين في الثانوية العامة، إن هم ييجوا وانضموا لأسرة العاصمة وقدموا للجامعات هنا، وإحنا متكفلين بكل سنوات الدراسة بكل المصاريف بكل ما يحتاجونه ومن كل حاجة. أهم رسالة طبعاً إحنا نوريهم جودة حياة المستقبل، جودة الحياة هي ده الفرق، يعني هو ده إحنا نوريهم النهاردة الشكل الجديد للجمهورية الجديدة، نوريهم مصر هتبقى عاملة إزاي في المستقبل، إن هو ده مستقبلهم، إحنا متجهز ليهم، هم اللي هيكملوا وهم اللي هيستفيدوا بالحاجات دي كلها، هم اللي هيشوفوا المستقبل عامل إزاي. لما تشوف أمل حفيد يحمو يبنو اليوم الدين. اختتم الملتقى فعالياته بحفلة ترفيهية سادها أجواء من البهجة والفرحة، كما أقيمت مسابقات رياضية بالصالة المغطاة بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية، شهدت تنافساً بين شباب المناطق الحضارية وإبراز مهاراتهم الرياضية بحضور عدد من الرياضيين. استمتع خلالها الشباب بالأجواء التنافسية المتميزة. هنشوف الضربة الحرة اتلعبت، ودي تسديدة وجول جول جول. اللي عجبني في المبادرة دي إنها بتهتم بالإنسان وبتهتم بالشباب وبتهتم بأبناء المدن الحضرية. شوفنا شباب كويس جدا مبشر جدا بالخير، يعني حسيت إن ناس اتحط عليها سبوت ما كانتش موجودة في الصورة، وده الشيء المهم جدا. بتاخد بالك من أولاد صغيرين، اللي أنت بتدعم أولاد صغيرين واللي أنت بتقف جنبهم وتعلمهم وتلعبهم رياضة، دي حاجة محترمة جدا. شفت لعيبة مميزة جدا النهاردة في اللقاء ده، يعني إن شاء الله بإذن الله عندهم مستقبل كويس جدا. الفترة اللي جاية إن شاء الله نلاقي نجم واثنين وثلاثة يمثلوا مصر في المنتخبات الوطنية ويحترفوا في الدول الأوروبية، يبقى نماذج مشرفة زي محمد صلاح وتريزيجيه. احنا مبسوطين قوي باليوم الرياضي اللي عملولنا النهاردة، كان أسعد يوم، يعني تحيينا بعض ولعبنا مع بعض، كان يوم جميل وكله حماسي. قابلنا لاعبي الكورة كنا نفسنا نشوفهم، كنا بنشوفهم في التلفزيون بس، اتصورنا معاهم ولعبوا معانا، وكان يوم يعني كلنا فرحانين ومروحين مبسوطين. شكرا للرئيس عبد الفتاح السيسي. وخلال الاحتفالية تم توزيع حقائب مدرسية على شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة بمناسبة قرب حلول العام الدراسي الجديد. لما تقول هعدي يبقى مش ممكن تهدي، مصر حلفت مش هترجع إلا لما الفجر يطلع، النهار للدنيا يلمع، مصر مش ممكن هتركع غير لرب العالمين، والجوامع والكنائس مفتوحين، اسألوا التاريخ وشوفوا غير الجند مين، مصر صحية كل حين، صدرت علم وحضارة عبر آلاف السنين، عشت يا أم الدنيا دايماً أزهاري فوق الجبل. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرة الثالثة، تحية لكم وإلى اللقاء.